تقول فضيلة الشيخ: يوم العيد عيد النحر ذهبنا إلى مكة لطواف الإفاضة والسعي عند العصر، وتأخرنا بها بعد الطواف حتى الساعة 2:30 مساء ليلا بلا إرادة منا، حيث فقدت أبي من شدة الزحام، وظليت أبحث عنه حتى التقينا وركبنا السيارة لندرك المبيت بمنى ليلة 11، ووصلنا قبل الفجر بنصف ساعة فقط، فهل بذلك نكون أدركنا المبيت؟ لا حرج عليكم في هذا، وليس عليكم إثم ولا فدية، لأن هذا التأخر بغير إرادة منكم. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أسقط المبيت في منى عن الرعاة وعن السقاة لحاجة الناس إلى ذلك، فإن هذه التي وقعت منكم ضرورة، وهي أولى بالعذر من الحاجة. وعلى هذا فحجكم إن شاء الله تام صحيح، وليس عليكم إثم ولا فدية.